بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام اهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللايف وهذا البث المباشر. ابنوب 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 يا جماعه، اسرع واحد اسرع واحد بيعمل زلابيه، اسرع واحد بيعمل زلابيه. شوفوا تفاصيل حلوه ازاي، قد ايه جميل وقد ايه حلو. زلابيه بايه؟ بنعمل زلابيه وبنعمل وافل، بنعمل شوكليت كيك. والاسعار يا بوب؟ وبنعمل عصاير وبنعمل مشاريب سخنه. كل ده مشاريب سخنه وساعة؟ اه سخن وساعة. وبنعمل فريش وسموزي. اه سموزي عندك ايه بقى؟ انواع سموزي. سموزي عندك انواع ايه؟ بنعمل عصير بالايس كريم كمان. اه سموزي عندك حاجات كتير قوي. لا يعني كل اللي نفسك فيه بتلاقيه عندي. بس بكام؟ اهم حاجه بكام؟ الجلابيه بتبدا معاك من 20 قوي. من 20 20 جنيه؟ اه بأمانة. الله الله عليك. يعني الله عليك. بتاكل جلابية توزة، بتاكل سوسات حلوة، بتاكل حاجة نضيفة يعني. جلابية العجينة بتاعتها معمولة على أعلى حاجة يعني وكده. عجينتها مش أي عجينة زي بتاعت الشارع، بس بنبيع بأسعار الشارع. بس بأسعار الشارع. والفرق بنبيع بأسعار الشارع عادي. فين مكانك هنا يا بوب؟ مكاني 55 شارع شبرا مصر. اه جنب رنين شبرا وقدام مكتبة المحبة. اقرب محطة مترو مسار. اقرب محطة مترو. يسألوا على بنوب البوب. ايه؟ يسألوا على بوب الزلابية. اه اللي انت عايز بوب الزلابية. اه عندك ايه غير زلابية؟ عندي وافل، عندي شوكليت كيك. وافل شوكليت كيك، براونز، سموزي، عصير فريش، مشاريب سخنة. اه الجو دوا بيقول لك عاوز عصاير فريش من عندك موت. اه عندنا العصاير بتتعمل بعسل مش مجرد سكر عادي. بكام؟ عصايرنا فريش فريش يعني مش أولى. اي كلام يعني، بنجيب الفاكهة بتتعمل قدامك. مش عصاير بنجيبها من بره مجهزة، احنا بنعملها هنا. لان انا صنايعي عامة، بعمل كل حاجة بايدي. بايدك؟ سعرها 25 جنيه ده اقل حاجة للعصير الاصلي. العصير 25 جنيه. اه يعني اسعار الحاجة هنا مش غالية قوي، وفي نفس الوقت على الشارع العام في اي حتة بيبقوا ارخص. واحد في شبرا يعمل لك عصير فريش، سموزي، ملك جرسيك، جلابية، وبأنضف حاجة يعلم الله وربنا يشهد. لو ما عجبتكش ما تدفعش. لا ما هو كل الناس مش هيعجبها. اه بس هيبان عليك. لا بيبان عليه ان عجبته، هيبان على وشك الابتسامه بتاعت الاعجاب. يعني ايوه طبعا مش هيضايقك عليه لما مش عاجبك، بيبان عليك. انا اقول لك خد كمان، مش لازم تدفع. الابتسامه بتاعت الاعجاب. اللي انت عايزه. بس انا هديك حق المشوار اللي انت جيته كمان لحد عندي كمان. لو ما عجبتكش يعني تدي له حق المشوار كمان. لو ما عجبتكش والمشروب عليا. والمشروب عليك. ايه الحلاوه دي؟ عشان كلمه الحق لازم تتقال. تعال لو جرب بنفسك، ما عجبتكش ما تدفع. ايوه شايف طبق جلابيه زي دوا بيبقى متغرق شوكولاته وكل حاجه وصوصات نظيفه. يلا من ربنا. ايوه انا شغلي هنا في المنطقه معروف وحب الناس كله عارفني. والناس كلها عارفاني، بشتغل بأنضف حاجه وببيع بسعر الشارع عادي. عكس بيجيب في الشوكولاته وكاكاو بقى والزيت ويقلب بالزبده وسكر. ايوه اعمل لك اللي انت عايزه، الشغل ده سهل. بس ده مش شغل، انا بديك حاجه نظيفه. نوتيلا متقلده نظيفه، وايت شوكليت، لوتي، كراميل، شوكولاته فراوله زي ما انت شايف كده، توت، سكر، عسل. كل ده عندك؟ ايه؟ كل ده عندك؟ كل ده عندي، بيتحط على الجلابيه، بيتحط على الوافل، بيتحط على الكيك شوكليت. هوريك على شكل الكيك شوكليت دلوقتي. ايه السر ان الحاجه بتاعتك حلوه؟ ايه؟ ايه السر؟ ايه كلمة السر؟ الحاجة بتاعتك حلوة. كلمة السر اللي الناس عايزاها تعرفها بالذات الجلابيه. عايزين نعرف بقى. ليه؟ ليه؟ عشان الجلابيه بتاعته عبارة لانها بتنزل نازله واحده في الزيت عند بيبو بتقرمش. مش فاهم يعني الجلابيه من بره مش محتاجه تعملها نص سوا وترجع تنزلها تاني في الزيت. دي من مره واحده هتعجبك. ولو في الحر عملناهم كلهم عشان العجينه بتبوظ طبعا من الحر والجو حر يموت. ولو نزلتها تاني برده مش هتشرب زيت معاك. وعلى ده منت ازاي بقى؟ ايوه هي دي كلمه السر. ازاي كلمة السر طبعا عند بيو ان ننزل الفاكهة بتاعت الموز
بالكراميل اول واحد يعني مود. محدش سمع في حياته ان في فاكهه بتتحط على الجلابية، بيبو اول واحد منزلها. طب احنا عايزين نعملها كده على الهواء، بيبو النسخه الاصليه، الباقي مقلد. اه ده بيقلد. اه انا اول واحد واثبت لك كلامي على اي حد. ماشي احنا عايزين خمس سنين. اه تعرف تعمله على الهواء؟ خمس سنين شغال في الجلابية. نزلت يا اما نزلت شغل جديد، يا اما نزلت اقتصاد جديده، يا اما عملت شغل من دماغي جديد. دي خبراتي من مجال الشغل اللي انا اتعلمته بره والصناعه اللي خدتها، ونزلت شغل في محلات كتير بره. ايوه انا اشتغلت وانا عندي 21 سنه، حاليا عندي 26 سنه. ما شاء الله. انا محتاج دعوتكم. يا سيدي ربنا معاك. ازاي الزلابية بتاعتك؟ زي ما انتوا كده شايفين الزلابية. اه ورينا ورينا ورينا. الله الله الله. بصوا يا جماعة الزلابية. افتح. بس الزلابية من بره مقرمشة. سخنة مقرمشة. شايفين؟ مقرمشة. تديها دقيقة كده. تحس ان هي ايه؟ برضه مقرمشة. دي اللي بيتمناها اي زبون. ده بكام ده بقى؟ ده اي طابع عليه بيبتدي من عندنا الاسعار. بتبتدي من عندنا من 20 25 35 40. ده بكام؟ ده بكام يا بنو؟ ده بقى عليه لوتس وشوكليت، وبيبتدي هو لو عليه حاجه واحده بس يبتدي معاك 35، ولو عليك عشان خاطر الراجل العسل ده وجيت تطلب نفس الراجل ونيجي تطلب نفس اللايف الطبق دوت هحسبه لك برضه 35. ده عرض. ده عرض بدل 55 هيبقى 35 زي ما هو. ده عليه كل انواع الشوكولاته، كل شوز بيبقى عليه اضافه 5 جنيه بره بيحسب الاضافه 10 جنيه على الشوز. انا هديهم لك حق شوز واحد بالسعر الاساسي 35 جنيه. الله عليك. طول فتره الاسبوع. طول الاسبوع. مين زبونك؟ عشان خاطر الراجل العسل اللي بيصور معانا ده. مين الناس اللي بتجي لك هنا؟ ليه بتحبك؟ الناس كل كلها هنا بتقف معايا ووقف. بابا نوب. يعني في اي مشكله مع بابا نوب تلاقي الناس كلها بتطلع تجري على ايه؟ في ايه يا بيبو؟ معاك حاجه؟ في حاجه؟ حب الناس مالي وجودي. يعني مالي راسي. يعني اي حاجه معايا بيجوا يقفوا معايا. معايا ناس، معايا نوايب بتقف معايا، كل الناس بتحبنا والنوايب واقفه معايا. كل ده عشان انا راجل مجتهد ومحترم وفي حالي. طبعا اللي بيجتهد وفي حاله وما بيعملش مشاكل الناس كلها تقف معايا مش عليه. ايوه ودي احسن حاجه. طبعا احنا بنحييك وبنقول لك بالتوفيق يا بيبو يا جميل. بيبو الجميل يا جماعه عامل ويعني زلابيا، والزلابيا عظمه، في مليون واحد في شبرا بيحبوه، شارع شبرا كله هنا بيقول بيبو 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 في الكوره، وبيبو بتاع شبرا في الزلابيا، الاثنين ما يفرقوش عن بعض في حاجه، كل واحد فيهم نجم في مجاله. خلينا نتابع معاكم التفاصيل بجوار محطه مسره، هتسال على بيبو وتقول له فين بيبو؟ يقول لك بيبو اهو، والاسعار لا تقاوم. بيبو يا جماعه، ودي انا اسف يعني في الكلمه، بيبو من اصحاب ال 5%، كلنا بنشجعه ونقف جنبه ونقول له برافو عليك يا بيبو، ويل دان، اجتهد واحنا معاك.